هنشوف مع بعض النتايج ونبدا نتابع مع محمود شاكر كمان وجهه نظره اللي احنا اتكلمنا عليها في ليفربول وخاصه محمد صلاح هو ليه وجهه نظر كمان نحب نسمعها في بعض الناس بتقول تراجع محمد صلاح بشكل كبير جدا على مستوى التهديف على مستوى صناعه الفرص او على الاداء بشكل عام هنتكلم فيها مع محمود عايز اعرف رايك الاول محمود قبل ما نشوف النتايج كان في بالنسبه لك بعض المفاجات في مباريات ال او اول جوله من دور المجموعات هي اول جوله كابتن هاني كان الموضوع ماشي بشكل نسبي بسيط جدا الفرق الكبيره كلها كسبت المفاجاه الوحيده كانت طبعا هي هزيمه ليفربول 4 1 من نابولي النابولي دي كانت الهزيمه المفاجاه الكبيره طبعا لسوء اداء ليفربول وبسبب حاجات كتيره جدا طبعا السكور كان كبير على ليفربول ولكن دي مش اول مره نابولي وليفربول يقعوا مع بعض في دور المجموعات في 2018 2019 وسيزون 2019 2020 وبرده ليفربول واجه مشاكل كبيره جدا مع نابولي ويكفي يا كابتن ان انا اقول لك ان تاريخ المواجهات ما بينهم هم لعبوا مع بعض خمس ماتشات نابولي قدر يك... نابولي قدر يكسب ثلاث مباريات وتعادلوا مباراه, وتعادل مباراة وليفربول كسب مباراه هي دي بالنسبه لي كانت المفاجاه وما كانتش بس في الهزيمه ولكن في السكور اللي كان كبير جدا. طبعا قدامنا طبعا النتائج بشكل بشكل واضح دورتموند و 3-0 على كوبنهاجن اعتقد ده يعني مباراه متوقعه او نتيجه متوقعه دينامو زغرب والفوز على تشيلسي 1-0 كمان عايز اتكلم معاك في هذه المباراه اللي تسببت طبعا في, في اقالة توخيل اشبيليا والهزيمه كمان 4-0 من مان سيتي نتيجه كبيره لكن يعني طبعا كل التوقعات اللي كانت للمان سيتي سان جيرمان بيفوزوا على ليفونتس 2-1 سلتيك والهزيمه 3-0 من ريال مدريد بنفيكا وفوزوا على مكابي 2-0 وسالسبورج تعادل مع الميلان واحد واحد لايبسيك والخسارة من شختار دونكس طبعا دي كمان أعتبر مفاجأة لأن من الفرق الكبيرة وخسارة كبيرة أربعة واحد آيكس أمستردام بأداء أكثر من رائع وفوز كبير أربعة صفر على جلاسكو توتنهام انتر فرانكفورت هزيمة غير متوقعة برضو على ملعبه وامام سبورتنج لشبونة 3-0 توتنهام نتيجه 2-0 امام مارسيلي انتر ميلان هزيمه امام البايرن اتلتيكو مدريد في الثواني الاخيره بيفوز على بورتو 2-1 برشلونه نتيجه كبيره وفوز كبير على فيكتوريا بيلزن 5-1 كلوب روج نتيجه برضو مفاجاه على باير ليفركوزن 1-0 والنتيجه الاكثر يعني اثاره في السوشيال ميديا وفي دوري الابطال هي خساره ليفربول 4-1 عايز اخدك لجزئيه محمد صلاح تعليقك انت شايف محمد صلاح ازاي الموسم ده هل محمد صلاح علي المستوي الشخصي في يعني نزول بالأداء شوية ولا ده تأثير بعض الناس بتقول تأثير ساديو ماني رحيل ساديو ماني ده على مستوى التقارير في انجلترا بيقول لك ساديو ماني ما بين قوسين كده كشف يعني مستوى محمد صلاح. لا طبعا هو مشكله محمد صلاح مش من السنه دي مشكله محمد صلاح من نهايه تصفيات كاس العالم السنه اللي فاتت والفاينل بتاع افريقيا اللي خسرنا فيه من السنغال مستوى محمد صلاح وارقام محمد صلاح تاثرت بشكل كبير جدا بعد هذين البطولتين شفنا ارقام محمد صلاح في, في السيزون في, في النص من السيزون الاولاني السنه اللي فاتت كانت ارقامه كبيره جدا ولكن بعد المباراتين دول بعد التوقفات الدوليه اللي حصلت ما قدرش يحرز غير ست اهداف بس وتاثر بشكل كبير وشفنا ان هو كان فارق عن التوب سكورر في آآ انجلترا آآ كان فارق ست سبعة اجوان ولكن في الاخر خد لقب هداف الدوري مناصفه مع سون. السنه دي المشكله عند محمد صلاح وهي تغيير طريقه اللعب بتاعه ليفربول وبتاعه يورجن كلوب بعد ما محمد صلاح كان الراجل الفريق كله بيخدم عليه ان الراجل يبقى موجود دايما على الخط ويخش لجوه ويقدر يعمل الكور بتاعته البليسنج اللي بشماله في الار اللي احنا بنتكلم عنها و... وان هو يبقى في دريبل واحد لواحد الكلام ده كله تاثر بشكل كبير جدا ليفربول بسبب غياب ساديو ماني كابتناني زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا كان عندنا لما بيكون عندي محمد صلاح على الناحيه اليمين وعندي ساديو ماني على الناحيه الشمال الضغط كله هيكون موجود على الاتنين لان انا ما امسك محمد صلاح بس ولا اقدر امسك ساديو ماني بس فبتلاقي ان في تكتلات دفاعيه الباك الباك رايت اللي بيلعب على ساديو ماني بيزيد بشكل كبير قوي وبنلاقي ان دايما الديفندرات بتاع نص الملعب بيضغطوا على الاتنين دول مع وجود طبعا لو شفنا كان فيرمينيو او جوتا السنه اللي فاتت ولكن اللي حصل ان ساديو ما مابقاش موجود يورجن كلوب خلى ان محمد صلاح طريقه لعبه تتغير من ان الراجل اللي هو ان الفرقه كلها بتسند عليه لا ده هو اللي بيلعب الفرقه وده اللي نشوفه ان محمد صلاح السنه دي عامل 22 فرصه او أسست لزمايله اكتر لعيب في الدوري الانجليزي ولكن محمد صلاح ما بيفعش يبقى عندي محمد صلاح في الفرقه وهو اللي ينزل يخدم على الناس الناس المفروض هي عليه لان هو واحد من افضل الفينشرز في العالم غياب ساديو ماني خلى الضغط كله على محمد صلاح خلى الضغط النفسي على محمد صلاح خلى ضغط الفرقه اللي بتلعب ليفربول كلها على محمد صلاح زائد ان انا داروين نونيز الصفقه اللي ليفربول جابها اه صفقه كويسه وكل حاجه ولكن مدفوع فيه فلوس كتيره جدا 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 حتى يعني كانوا بيتكلموا في البرتغال ان الراجل ده أصلاً كان كانوا عاوزين يعملوا له ماركتنج ب 35 40 دفعوا فيه 75 مليون فمش داروا انه نزل ممكن يعوض غياب ساديو ماني وهو ده اللي اثر على منظومه اللعب بتاعه ليفربول